شيما واحمد مهمتكم ان انتوا توصلوا جايزه رجل المباراه لاحسن لاعب في نهائي توتال انرجي كاف شامبيونز ليج. شوي 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 سيب، انا قلت لك اللي فيها. كم 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 ده برج القاهرة، البرج ده تم بناؤه وخلص سنة 1961 طوله 187 متر. في الوقت اللي اتبنى فيه البرج ده كان يمكن من أطول الأبراج اللي موجودة في المنطقة كلها. يلا نروح على النادي الأهلي، يلا بينا. ده النادي الأهلي واللاعب اللي هياخد الجايزة دي بيتمرن دلوقتي جوه في التاتش، تيجي ندخل نديها له؟ ليه يا عادل؟ جيت مش اخويا احمد ترجي. اسمع مني، واحد من الاهلي. ليه ليه اخترتني؟ اخترتني. يلا بيني وبينك تساعدني. احمد قولي الاكل حلو اليوم؟ حلو النهارده؟ حلو كتير، حلو كتير ومبسوط كتير، بس بكره مش هكون مبسوط اكتر. قولي عليش. ليش؟ خاطر غدوه الترجي مش تربح. بيني وبينك 90 دقيقة. تعال نشوف. وهتزعل. تعال نشوف. يلا بينا. احمد بفكر اجيب لك هديه من هنا عشان تروح من مصر وانت زعلان، مش معقول هتروح خسران وزعلان يعني. اوكي هنشوف غدوه. اليوم احنا الرعب. جمهور جمهور الاهلي. واو. Amazing. Crazy, right? Crazy. Too much other people. ساعتين ونص مازالوا على الطرح نستناو العباد كل شين على البرة شين عشان على مش رمار دونك تو مازالوا عندنا ساعتين ونص نقعدوا نستناو الماتش الفوق. نحن باش نربحوا، نحن باش نربحوا. انتوا مش هتربحوا فعلا، هو بيقول لنا مش هيربحوا، يقول مش 90 دقيقة تقول مش هتربحوا ولا تكسبوا. شيما احمد، شيما شنو هي رايك؟ انت اللي ايه رايك؟ انت ضيفنا النهارده، ايه رايك؟ انا ضيف الحقيقه، حاسس انه احنا باش نربحوا اليوم بالرغم برشا جمهور النادي الاهلي اكيد جمهور الترجي. النادي الاهلي قلت لك من الاول انت هتتبسط في مصر بس اخر يوم هتروح زعلان. اتبسطت؟ وبعدين الكوره كده، مكسب للاهلي وخساره للترجي، عادي بتحصل. روق روق، اهم حاجه الروح الرياضيه، احنا اخوات اشقاء. طب ما تزعلش، طيب خد استنى بس اقول لك. كابتن اكرم الف مبروك،
دي بطولة دوري أبطال أفريقيا رقم كام؟ دي كده الثالثة ليه؟ ثالث دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي. ألف مبروك. You know, sometimes this life can get rough. You get knocked down, but